الأورال سيرجري، التخصص اللي تقريبا كل طالب أسنان لما يدخل سنة أولى لازم يكتبه على البروفايل بتاعه على الفيس. طبعا احنا عارفين الموضوع بينتهي ازاي، الناس دول بيشوفوا انهم أعلى دكاترة بين كل التخصصات التانية حتى بشري، وبصراحة عندهم حق. عايز تبقى ماكسيلو فيشيال سيرجن؟ اسمع من الحكاية بس بعد الانترو. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم، أنا عبد الله الشريف وأنت دلوقتي بتتفرج على سلسلة الحكاية. سلسلة الحكاية هي عبارة عن فيديوهات بتتكلم عن موضوع أو مادة أو قسم معين ببساطة شديدة عشان تاخد فكرة عامة عنه، عشان تعرف بتدرس إيه وليه وإزاي. لذلك أنت لو طالب أسنان الفيديو ده هيكون مفيد جدا ليك بإذن الله، ولو مش طالب برضه ما ينفعش إنك تاخد فكرة وتزود معلوماتك. لذلك افرد ظهرك وكبر الشاشة، مج الشاي بتاعك وركز معايا. أول حاجة عشان نتكلم عن حاجة لازم نعرف اسمها الأول، احنا هنتكلم عن مادة الأورال أند ماكسيلو فيشال سيرجري، والاسم ده متكون من 3 كلمات. أول كلمة هي أورال يعني داخل الفم، ودي بتعبر عن مكان العمليات اللي بتكون داخل الأورال كافيتي يعني بتكون انترا أورال. تاني كلمة هي الماكسيلو فيشال، ودي بتعبر عن مكانين اللي هما الماكسيلا والفيس يعني بتساوي كلمة اكسترا أورال. تالت كلمة هي سيرجري، ودي بالعربي كده يعني جراحة يعني دم، يعني هتمسك أداة معينة وتعمل انجري لمكان معين، بس طبعا انجري مقصودة بسبب الإصلاح مش الأذى، عشان تشيل أو تضيف تشو لغرض ما. كده احنا عرفنا الاسم، ايه الحكاية بقى؟ خلينا نحكي الحكاية من الآخر الأول وهتعرف ليه دلوقتي. آخر الحكاية هو انك هتقابل المادة دي ازاي في العيادة أو المركز بتاعك إن شاء الله. زي ما قلنا ان دي سيرجري، والسيرجري عندنا نوعين، اما ماينور ودي من اسمها بتعبر عن العمليات السهله والروتينيه اللي انت ممكن تعملها باستمرار في العياده عندك. تاني نوع هو الميجور سيرجري، ودي العمليات اللي بتحتاج ترتيبات خاصه واللي بتعملها لما ربنا يكرمك وتتخصص في ماكسيلو فيشال سيرجري. اما بقى من امثله الماينور والميجور سيرجري خد عندك، على سبيل المثال للحصر عندنا الرومينون جروت والسيرد مولر امباكشن، فرينكتومي، ينجيفكتومي، انكيلوجلوسيا، سيست ريموفال، تيومرز، رانيولا او ميكروسيل، سوفت تيشو بايوبسي، فراكتشر، اندودونتك سيرجري، الاورثودونتك سيرجري، والبروسودونتك سيرجري، وحاجات تانية كتير. وعالي زندعانة وزو في عالي وليلة تمد او ساعتك. ما تقلقش مش لازم تعرف من دلوقتي، ممكن نتكلم عن كل حاجة لوحدها في فيديوهات تانية جاية ان شاء الله. من دول كلهم هناخد معنا كمثال سيرد مولر امباكشن. عشان تشيل امباكتد مولر هتعمل كالاتي، تفتح تشيل الضرس تخيط تدي تعليماتك بس كده شكرا. بس عشان تعمل الكلام ده بالبساطه دي لازم ندرس شويه حاجات خفيفه كده، وعشان كده انا بدات لك الحكايه من الاخر الاول عشان لما اقول لك هندرس ايه يبقى انت عارف ليه بتدرسه. الاول كده قبل ما تمسك المشرط لازم تعرف المكان اللي انت رايح له كويس ويبقى معاك الخريطه بتاعتك عشان الدنيا ما تظلمش وتوه وانت جوه ما تعرفش منين بيودي على فين. لذلك لازم ندرس اناتومي اند فيسيولوجي اللي هو علم التشريح ووظائف الاعضاء، بناخد فيها فكره عامه عن الجسم كله، وبعد كده بندرس الهند انيليك بالتفصيل، وده طبعا عشان نعرف المكان اللي احنا شغالين فيه كويس ونتجنب اي خطا فيه زي ان احنا ممكن نعمل انجري لنيرف او بلاد فيسل لا قدر الله. بعد كده هو انت ينفع تشتغل البيشنت ده من غير ما تديله بنج؟ لا طبعا. لذلك لازم ندرس فارماكولوجي اوف لوكال انستيزيا عشان تعرف الكربوله البنج دي فيها ايه بالضبط، وتعرف ازاي تختار الماده المناسبه للبيشنت والجرعه المناسبه. عرفنا كل المعلومات عن الكربوله، طيب هنديها ازاي بقى؟ يبقى هندرس التكنيكس اوف لوكال انستيزيا ادمنستريشن عشان نعرف ازاي ندي حقنه بنج وفين، وايه الحاجات اللي ممكن تحصل للبيشنت ده لا قدر الله وانت بتديله انستيزيا، ولو حصلت تتصرف ازاي. يبقى لازم هندرس شويه عن الكومبليكيشنز اوف لوكال انستيزيا. طيب خدرنا البيشنت الحمد لله وانت مستعجل على اللانست، طيب اللانست ده مش اداه؟ مال صح اداه، طبعا عندنا غيره ادوات كتير استخدمناها ولسه هنستخدمها. يبقى لازم ندرس الانسترومنتس وانواعها زي الفورسبس والاليفيتورز وادوات تانية كتير. خلاص بقى افتح. بص انا ما عنديش مشكله انك تمسك اللانست وتفتح لو هتجاوبني على الاسئله دي. هتختار اللانست المناسب ازاي؟ هتعمل انسجن ازاي؟
نوع الفلاب اللي انت هتعمله ايه. يبقى كل الاسئله اللي انا سالتها دي توبكس لازم نعرفها وندرسها كويس. فتحنا الحمد لله وشلنا امباكتد مولر، سواء كان قطعه واحده او قسمناه وطلعناه كذا جزء، والف الف مبروك سوتشارك وقفل بقى. سوتشر يعني ايه سوتشر؟ بالمنطق كده يعني هتخيط ازاي وهتختار اي نيدل واي سوتشر ماتيريال، لو كمان اي تكنيك. عشان كده ده توبك مهم وطبعا لازم ندرسه كويس. بعد ما تدرس ده كله كده الحمد لله الف مبروك، يا دوب تعرف تشيل البتاع اللي احنا لسه خليناه ده، عشان طبعا بحر العلم ما بيخلصش. والمميز في الجراحه ان كل حاجه من دول لو حبيت تعملها لازم تدرسها لوحدها كويس جدا جدا، لانه تخصص يتميز بالدقه والتعامل بحذر. اما بقى لو اخدك الشوق وحبيت تخصص يبقى ده موضوع تاني لوحده وربنا يوفقك. احنا بفضل الله حكينا حكايه مختصره جدا جدا عن الاورال ماكسيلوفيشال سيرجري، ويا دوب قلنا بس عناوين. لو حابين ان انا اتكلم عن كل توبيك من دول في فيديوهات جايه يا ريت تكتبوا لنا في التعليقات. بالتوفيق.